سيف يعني من سرجت عليك بحثت بكل مواقع التواصل الاجتماعي، شفت هواية أكو لغط عليك، شفت هواية أكو أشياء لربما أو عقبات مريت بها، من ضمنها حرمانك من تمثيل المنتخب الوطني العراقي. ليش انحرمت من هذا؟ يعني تحدثنا به أكثر من مرة، والشارع الرياضي عرف السبب بعادي من المنتخب مدى الحياة، أنه كانت بنتي مريضة في تلك الفترة، أنه مع المنتخب الأولمبي، مع وجه له تحية الأستاذ عبد الغني شهد، فترة أنه بنتي ما عندها جواز. القصة شلون بدأت؟ وين كنتوا ويا بلد؟ شنو اللي احنا دار؟ أنا كنت بالسعودية، ادعيت دعوني للمنتخب الأولمبي مع كابتن عبد الغني شهد، والتحقت مع المنتخب الأولمبي من قبل 4-5 سنوات أكثر، أنه كابتن راضي شنيشة وجه له تحية يعرف في مرض بنتي، وأيضا حكيم شاكر والناس كل اللي متواجدين يعرفون. فبالفترة اللي كنت متواجد بنتي مريضة ما عندها جواز، لازم أني أرجع. أنت تعرف أني ما طالعت لي إقامة بالسعودية، أنا 6 سنوات بالسعودية ما راجع لأهلي، لازم إلا تطلع لي إقامة يلا غادر البلد، إذا غادر البلد مستحقاتي كلها تروح. فما قدرت أرجع، فلما طلعت الإقامة دعيت إلى المنتخب فقلت لهم أنه أنا بنتي مريضة لازم أرجع أسوي لها جواز ومن ثم ألتحق للمنتخب، لو أنتم بعلاقاتكم تقدرون تصدرون جواز لبنتي حتى أهلي يسفروها ويعالجوها، مرضها كان خطر جدا. عارضوا وقالوا لا، أنه إذا تترك المنتخب ما لك وجود. قلت لهم يعني بنتي أنا ما أقدر. ليش خلوا هذا الشرط الجزائي أمامك؟ ما أعرف، سبحان يعني الله. يعني لازم أكو شك أو لازم أكو موضوع ببالهم؟ والله شوف، حتى خلوا هذا العائق أمامك مستحيل يعني. هذا ظرف إنساني وهذا حالة إنسانية، هم ما المفروض تفهموا. هم يوقفون إياك، بس هو على ما أعتقد يعني عرفت بأنه أكو سبب آخر يعني تم إبعادك بسببه، هذا اللي أشيع عنك يعني بسبب آخر يعني بعيدا عن بنتك الصحة والسلامة عليها. الله يسلمك. أنت هم سمعت بهذا الشيء أعتقد يعني. قل لي حتى أقول لك إيه. نفس اللي وصل لك الصريح. اللي موضوع انطرح كثير جدا أكثر من مرة، أي قالوا أنه عندك علاقة مع أحد الإعلاميات وتركت المنتخب في سببه. نعم. يعني هل من ممكن أنه لاعب منتخب في منتخب العراق وصاعد نهائيات أولمبيات تصفيات ثم انتقال للنهائيات وأنا كابتن منتخب العراق أترك المنتخب على مود بنية؟ مستحيلة، البنية موجودة، خلص عملي إذا كان عندي علاقة بها، خلص عملي وأروح أتجه للبنية، بس ما لعوف منتخب وأرجع بعدين. أنه بالتلفزيون قناة السومرية، قناة البغدادية بوقتها، كثير من القنوات جوا صوروا بنتي وصوروا حالة بنتي، وموجودة باليوتيوب وموجودة بالتلفزيون، وهذا أرشيف ما 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 ينمسح. تقدرون تطلعوها بالتلفزيون وتشوفون بنتي كانت بالمستشفى، وايضا التقارير موجوده انه انا ناشرها على صفحتي بالانستغرام، يعني اقدر اروح ازور الاشعه او ازور التحاليل؟ مستحيل. وحتى لو كنت اني اقدر ازور، انت تقدر تتفائل انه على بنتك انه تكون مريضه؟ لا طبعا ما أكيد. ممكن زين يعني هي الشارع كل شيء يحكي فعلا.